انا مجرب عالم صغير نقعد في الدار نخدم ونحكي بالتونسي دلوقتي ما اعرفش ليه. بقعد في البيت بقعد اشتغل كتير ما بديش فرصه لاي حاجه تاثر على وقتي الشخصي وعلى حياتي الشخصيه. حساس جدا لكل شيء ونخاف من كل شيء كما عندي شجاعة كبيرة نعمل كل شيء. وبس اللي بكتب حاجات شخصية جدا أما بشكل عام فدايما بتأثر في الحضور والمستمع. عمري ما خططت أنه نعمل أغنية ناجحة أما دايما نعمل أغاني ناجحة من غير ما خطط لأنه بس بكون صادق. أنا محامي درست قانون دولي وبعدين ما ارتحتش في الدراسة وحسيت انه هو ده الوقت اللي لازم اتحرك نعمل حاجة نحبها. بعد اول حفلة عملتها في ميدان التحرير في مصر مع علي طالباب كان يعني نزولي من المسرح اليوم ده حسيت انه قانون ام موسيقى يعني كان اصلا قرار صعب. ومع الوقت لقيت شغف الجمهور شغف الناس باللي نكتبه ننفذه باللي نحطه على الانترنت باللي نغنيه في الحفلات الحية وبعدين ده يعني كان هو تقريبا سلطة وقدرة الناس أقوى مني بكتير بأنه فعلا يعني سبت نفسي تماما يعني للموضوع. واليوم نعمل موسيقى عالمية ونعيش في باريس. عندي مشروع مع بيتر كورسر وكارستن هوكاب فيلو إيريك تروفاز اسمه لو كري دو كير وده اللي نعيش به في باريس في الوقت الحالي. يعني هو أكثر مشروع حيوي نمشي لسين ناسيونال كله في فرنسا ونمشي تور عالمي. وعندي مشروع تاني في ألمانيا طلعنا آخر فينيل الأسبوع اللي فات اسمه مع كارل جاري عملنا 3 فينيل ومشروع نحبه قوي يخدموا على الموسيقى بطريقة غريبة. أنا ما حبيتش الأكاديمية الموسيقية وده كان قرار كبير جدا في حياتي أنه نحب نقرأ موسيقى على روحي لوحدي من غير أي ضغوط خارجية. بس قررت يعني هو أنت لو شفتي حياة أي فنان عربي يعني دائما يعني حتى لما أنت تعيش في دولة عربية وتعمل فن فرص محدودة وتعيش في مجال مغلق جدا مجال كله تنمر كله تملق وكله فنانين وسط بعض يروحوا نفس القهوة المقهى يروحوا نفس البار يروحوا نفس السينما فيعني في دايما احساس بالضغط غير انه الفرص في اوروبا يعني هي توسع الفرص في دولنا العربية بالنسبة لي جدا. انا مش بقول يعني انه مش بدي افضلية الحاجة على حاجة اما بقول انه انا لما بديت اعمل موسيقى في اوروبا بديت الناس في مصر ينتبهوا لمشروعي اكتر وده كان بالنسبة لي حاجة مهمة جدا. يعني بحكي بالتونسي عشان انا بحب تونس جدا والفيلم طلامس يعني هو اول تجربة طويلة سينمائية لي. عملت شوية مسرح شوية كتبت شوية أعمال سينمائية ووقفت في النص. عملت موسيقى تصويرية كتير ده شغلي الأصلي أما تجربة تمثيل يعني تجربة سينمائية طويلة كانت هي في طلامس وده كان اختيار المخرج علاء الدين سليم. كان في مهرجان كان الدورة الأخيرة وهو فيلم بالنسبة لي يعني هو تجربة شخصية جدا إنسانية جدا والمهم أكتر من فيلم هو ما بعد الفيلم بالنسبة لي يعني أنه أثرت علي كشخص بطريقة كبيرة جدا. هو أنا المعلومات دي أنا عرفتها من المخرج ولسه مستني التأكيد ها مش متأكد يعني ما عرفش لو هطلعي ده ولا لا بس ما يهمنيش. فهو نتمنى طبعا أنه يكون في مهرجان عربي ويكون مراكش بالمناسبة لو حصل كده يعني على حسب معلوماتي أني مش متابع كتير بين الموسيقى والسينما وغيره وشغلي الشخصي وكده يعني في الفن نتمنى أنه يكون في مهرجان مراكش طبعا لأنه هيكون أول عناق للعمل العربي في الوطن العربي ودي حاجة بالنسبة لي مهمة.
هو الأدب العربي عامة يعني ممكن تكتب جملة داخلها قصيدة وقصيدة داخلها جمل في رأيي، وكل كلمة ليها موسيقى ومش محتاجة، يعني هي إيقاعاتها أصلا مركبة ومفككة ومعقدة أكثر من أي موسيقى في الدنيا في رأيي. وساعات يعني كتير بسمع الموسيقى أو الكومبوزيشن لما بيكون في حد يعني بيشارك في التأليف معايا، نسمع الموسيقى وعلى أساس ده بنبدأ نكتب كلماتي. يعني هو في مرونة، في تلون لل في تلون للكلمة العربية في رأيي، والتلون ده بيفيد بس مش في الجاز، بيفيد في كل حاجة. بالنسبة للغناء، ودي موضوع تاني خالص غير الشعر، يعني هو أنا بشتغل أكتر على المقام العراقي. فنانين اللي أعرفهم في أعرف ناس الغوان، لسه سامع أعرف العيطة، صح؟ نعم. عيطة، هي العيطة بالمناسبة من الحاجات اللي المقام العراقي في رأيي، أو اللي هو المنفذ اللي عرفني بالفنون الأصولية، هو حاجة يعني من الحاجات اللي أنا مؤخرا يعني انبهرت يعني جدا، لسه عارفها من كام يوم يعني عارفة. أنا اشتغلت مع حمزة نمرة، أنا عملت أغنية اسمها قد فرقتك مع حمزة نمرة بالمناسبة يعني، وكانت من حاجات من الحاجات الكبيرة يعني اللي فرقعت يعني اللي انتشرت والناس سمعتها وكان ليها احترامها يعني في وقت يعني من جمهور آخر كلاسيكي جدا. وروائع العيطة أو فن العيطة بالنسبة لي هو حاجة مبهرة يعني، شرف لأي حد يغنيها ولكن يتقنها يعني عارفة. نتمنى انه اقدر اغنيها يعني، هي مهمه صعبه يعني بس هي حاجه ملهمه، انا لسه في مرحله الاكتشاف يعني، بس يعني اديني شويه وقت يعني هتلاقي الانسبيريشن بتاع او الالهام بتاع العيطه يعني يطغوا على الموسيقى لو كان في حب كبير لنوع الفن، فاهمه؟ وده بيحصل يعني، ولكن هي طريقتي تفضل واحده، انه اكتب كلماتي نعزف ترومبيت ونغنيها، دي اهم حاجة عندي. الطابق الثامن ده بالمناسبة اسم الالبوم الاخير اللي طلع مع كارل جاري في المانيا من اسبوعين بالضبط، اسمه فعل السقوط من الطابق الثامن. كل البوم مش فاكر 7 ولا 8 اغاني نسيت. والطابق الثامن هو انا كنت عايش في الطابق الثامن وكنت نحب ان نعكس رؤيتي للمجتمع المصري في عمارة او مبنى في القاهرة. أنا من الريف من الفيوم، فكان دائما عندي نظرة اللي فيها حكم مسبق يعني، فيها تنظير عارفة على المجتمع طول الوقت، ودي حاجة يعني ما لا تعيب أحد، لكن في رأيي يعني هذا هو الأدب، هذا هو الشعر، هو فن تنظير يعني. فهو الطابق الثامن أنا وصفت فيه 8 أدوار 8 طوابق، وكل طابق يعني كان بيوصف حالة أو نوع من حياة في المجتمع المصري في رأيي يعني. يعني هو الموضوع يعني دائما في يحمل معنى أو 2 أو 3، وهذه طريقة أنا نحترمها جدا في الأدب يعني، نحط معاني ضمنية كتيرة جدا، ما نحبش نحكي بشكل مباشر، نحب نسيب مساحة كبيرة للمستمع إنه يقرر المعنى يعني. وده أهم بالنسبة لي من أن أنت تقول معنى. أنا لست خطابا ولست يعني على منبر، وأنا إنسان عادي جدا. حاليا نخدم على أو نشتغل على السولو بتاعي، ياسا انترناشنال انترفيو، بشتغل على السولو بتاعي. كان عندي مشاريع جديدة يعني، الأسبوع اللي فات بديت ألغي في حاجات كتير مهمة جدا، السنة الجاية معرفش ليه بلغيها، اما في اختلافات كبير يعني، ما ان السوق او المصنع الفني مختلف جدا عن المرحله الابداعيه اللي بسمي نفسي فيها عالم، اني بقعد في الدار واشتغل واحس عارف اللي هو ده، انا حسيت كتبت، انا ما دمعت وانا نكتب، فحسيت ان هو هي دي اللحظه اللي مش هفكر فيها مرتين، هذه الجمله موجوده في النص الجديد. فدلوقتي بقيت أركز على السولو بتاعي. السولو بتاعي هيبقى حاليا يعني بفكر بجدية، متشتت شوية عندي يا متشتت، انه بين انه اعمل السولو او العرض الفردي
غناء فقط على طريقة دوائر الذكر أو ساحات الذكر، أو أنه أعمل السولو بتاعي مع البيانو. مشروع آخر فني نكتب في فيلم، نستغل فرصة وجودي في مهرجان كان السنة اللي فاتت ونكتب في فيلم ونلتقي بشركات ونحب نخرج فيلمي الأول، أنه دائما نحس أنه مرة أخرى الأدب هو أبو الفنون في رأيي يعني. وأنا بكتب من وأنا عمري 8 سنين، وعندي حتى يعني لو عندي أخطاء في الكلمة أحيانا يعني، أما عندي حب كبير للمعنى والصورة وغيره. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.